أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ۖ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير I mean وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله قامت من فضله لا يمسنا فيها نصب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو صدق الله العظيم مشاهدينا الافاضل من جديد في مسابقه الماهر من سيكون الماهر في مسابقه الماهر في طبعتها الثالثه ستجدون الجواب بحول الله في البرايم النهائي من هذه المسابقه اسمحوا لي مشاهدينا الافاضل ان ارحب بلجنه التحكيم الموقره الحاضره معنا شيخ ياسين الجزائري مرحبا بك شيخ ياسين الله طيب يبارك فيك انت حاضر معنا في الطبعه الثالثه الله طيب يبارك فيك وايضا يحضر معنا الشيخ فضيل بالعظم مرحبا بكم شيخ في هذه الطبعه الثالثه من مسابقه الماهر بالقران ونرحب ايضا بالدكتور كمال جدا عضو لجنه التحكيم مرحبا بكم شيخ مرحبا اهلا وسهلا الله يبارك فيك وايضا نرحب بالقادمه الجديده الاستاذه راضيه هلال انت مرشده وباحثه في القراءات مرحبا بك استاذه اهلا وسهلا ومرحبا بكم الله يبارك أهلاً. فيك مرحب بكم جميعا كما اسمحوا لي مشاهدي الافاضل ان ارحب ايضا بضيف البرايم الاول الذي تلا ايات الايات البينات في مستهل هذا البرايم الاستاذ والشيخ رياض الجزائري مرحبا بكم شيخ مرحبا بك شرفنا مرحبا بك شرف لنا يبارك فيك الله يبارك مرحبا. فيك فرحانين بوجودك معنا وانا اسعد والله الله يبارك أنا فيك الله يحفظك سيكون لنا حديث مطول شاء الله. فيما شاء الله. تبقى من هذا البرايم ان شاء الله ان شاء الله, الله. اذا مشاهدي الافاضل كيف وصل اولئك المتسابقون او المتسابقين الى هذا الاستوديو الى البرايمات يلخصه الاستاذ سفيان حاجي في هذا التقرير الذي قراته لكم زميله حنان قرقاش ثم نعود الى جو المسابقه شكرا يا ربي شكرا آه هديت شهر رمضان الفضيل شهر الرحمة والمغفرة شهر الخير والإحسان والبر شهر الذكر وشهر القرآن الكريم فيه يتهافت المسلمون الصائمون على تلاوته وتدبره وحفظه وفيه أيضا أسمى منافسة وأشرف مسابقة تعود عبر قناة الشروق في شهر القرآن مسابقه الماهر بالقران في طبعتها الثالثه لا يجتمع قوم في مجلس يذكرون الله فيه الا ذكرهم الله في مجلس خير منه فكيف بكل هؤلاء المجتمعين حول كتابه العزيز وقرانه الكريم فتيان وفتيات نساء ورجال عجائز وشيوخ فيهم الامي والجامعي فيهم الطبيب والمهندس والصيدلي فيهم المحامي والمحاسب والاستاذ والمعلم فيهم الاكاديميون وفيهم العصاميون رجال ونساء اختاروا طريق القران فانار الله بالقران شكرا مستوى الطلبة ينبئ عن خير كبير في بلدنا الحبيب وهو مستوى القرآن الكريم من حيث الحفظ ومن حيث الأداء من حيث جودة الأداء المستوى كان جد متقارب والفائز في هذه المسابقة لا يعني أنه أفضل من غيره كما أن من لم يكرم الله تبارك وتعالى في أن يكون من المتميزين أو الفائزين فهو فائز بالقران الكريم الذي مكنه الله تبارك وتعالى من استظهاره وحفظه اكثر من 1370 متسابقا ومتسابقه من تلمسان غربا إلى تبسة شرقا ومن العاصمة شمالا إلى تمنراسة جنوبا لم تثنهم المسافات ولم تقوض عزيمتهم ساعات الانتظار عيونهم وقلوبهم كانت تنشد هدفا واحدا وغاية واحدة تاج القرآن الكريم <applause> مئات المتسابقين إذا تنافسوا خلال المرحلة الأولى مرحلة التصفيات الجهوية بكل من وهران وسطيف ووادي سوف والعاصمة اختارت لجنة التحكيم في هذه الطبعة أن تلتقي المشاركين ميدانيا مباشرة أصوات قوية ومشاركات مميزة جعلت مهمة اللجنة صعبة في أحيان كثيرة المنافسة شديدة من جهة المستوى ومن جهة تقارب التلاوات والإتقان والضبط لدى الإخوة وجاءت التصفيات النهائية لاختيار الأصوات المرشحة لتنشيط البريمات والسهرات القرآنية الرمضانية أصوات اختيرت بدقة وبعناية لتتنافس على لقب الماهر بالقرآن في طبعته الثالثة مشاركون أثبتوا جدارتهم واستحقاقهم للمنافسة على هذا اللقب شكرا مسابقه الماهر بالقران الكريم تتشرف بكل المشاركين وتعد الجمهور باصوات مميزه وبسهرات رمضانيه ستجتمع فيها العائلات الجزائريه على الذكر الحكيم والقران الكريم عبر قناه كل الجزائريين اهلا بكم مشاهدي الافاضل اذا كان هذا التقرير يلخص مسيره اداره قناه برنامج الماهر في يعني جابت كل مناطق الجزائر شرقا غربا وسطا وجنوبا للاستماع الى المتسابقين طبعا ابدا بالاستاذ رياض الجزائري الشيخ رياض الجزائري مرحبا بك مره اخرى قبل ان نبدا في الاستماع للمتسابقين في هذا البرايم الاول ما هي النصيحة اللي تعطيها لهم ما هي يعني في وقت كم هل كان هناك مسابقات تبث على التلفزيون لتلاوة وتجويد القرآن الكريم يعني النصيحة يعني لي والخوتي ان شاء الله والاخواتتي يعني انه اتقوا الله التقوى تقوى الله يعني والاخلاص يعني هو اساس كل شيء يعني يعني كل واحد لازم يخلص العمل وقراءته لله وان شاء الله ربي هو الموفق وكما قلنا يعني قايت الفوز يعني حتى اذا كان واحد فاز الاول الاخر مش ما نقول انه خسر لا بالعكس مع انه يحفظ حتى شيء من القران فهو فائز عند الله سبحانه وتعالى المشاهد الفاضل اسمحوا لي ان ادعو القارئ عمر خادم او المتنافس عمر خادم الله من ولايه ودسوف يتقرب إلى كرسي القراءة ويتفضل القارئ شيخ ياسين الجزائر عضو لجنة التحكيم بأن يعطيه الموضع الذي سيمتحن فيه شكرا يا ربي شكرا, شكرا هديت قلبي شكرا, شكرا اقرأ من قول الله تعالى من سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الايه الخامسه من سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَنذَرْتَهُمْ أَنذَرْتَهُمْ ۖ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخادعون إلا أنفسهم وما فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون <applause> في المتسابق عمر خادم الله من ولاية وادي سوف طبعا وأذكر المشاهدين الفاضل أن المتسابق عمر هو أكبر المتسابقين والمتنافسين على لقب الماهر بالقرآن في طبعتها الثالثة بعمر 61 سنة أطال الله عمرك في الخير إن شاء الله آه. سيد الله يبارك فيك شيخ يسين تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا ليس الصغير كالكبير فالشيخ عمر تميز بشيء واحد اللي هو هذا العمر اللي هو 61 سنه وليس سهلا ان يقرا في سنه بهذا الاسلوب اسلوب التحقيق وترتيب الحروف واعطاء الحروف حقها ممكنه محققه فقط اعلق على بعض الابتداءات علي رضي الله عنه كان يقول لما سئل عن الترتيل فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف فالوقف والابتداء من أهم مباحث علم التجويد فشيخنا وصل إلى قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ثم رجع أنذرتهم كان حري طبعا في مدود كثير عند الأزرق والاسلوب اللي يقرا به شيخنا يعني محقق ويلزمه نفس فكان محقق كان لزاما يبدا سواء عليهم كان افضل كذلك الى بعض المقايسه عند البدل فقرا شيخنا عمر بقصر البدل لكنه مثلا وصل الى قول الله تعالى ومن الناس من يقول امنا فزدتها نصف حركه او حركه على القصر فويق القصر هنا والقصر هناك يعني كان لزاما أن يرتب هذه وهذا هو الكمال الإتقان لكن أنا أقول والله أعلم في مثل الشيخ عمر وفي مثل سنه ربي يبارك لك في أنفاسك الله. وأعتذر مرة أخرى جزاك الله خير شكرا لك يا شيخ ياسين وشكرا للمتسابق عمر خادم الله اذا اذا مشاهدي الافاضل نستقبل سويه المتسابقه الاولى في فئه النساء نسرين سليماني من ولايه برج بوعريريج تدرس لغه انجليزيه ماستر مرحبا بك نسرين متسابقه نسرين شكرا يا ربي شكرا, شكرا هديت قلبي شكرا, شكرا مرحبا بالاخت نسرين وفقها الله رأي يا اختي من سوره المائده الايه 109 صفحه 109 الايه 6 عفوا الايه 6 من سوره المائده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم أو مستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور شكرا لك المتسابقة نسرين سليمان إذا نسمع ردود وملاحظات الشيخ فضيل بالعظم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين بالنسبة للقارئة الموفقة أختنا نسرين قرات هذا المقطع من سوره المائده وفيه في الايه او جاء احد وقرات بالابدال حذاري يا اختي ان تخلطي في نفس الوقت بين الابدال والتسهيل قرات بالابدال فأبدي الهمزه الثانيه يعني حركه تصير يعني حركتان ما الطبيعي لان الحرف الذي جاء بعد الهمزه متحرك فيصير الابدال بحركتين لكن نحذر أن نخلط بين الإبدال والتسهيل هناك من يقول جاء أحد جاء أحد فيخلط بين الإبدال والتسهيل الإبدال لحاله والتسهيل لحاله عموما تلاوتك ما شاء الله زادك الله توفيقا إن شاء الله شكرا لك شيخ فضيل بالعظم وحظ موفق للمتسابقه نسرين سليمان اذا مشاهدي الافاضل سيكون لنا موجه اخرى للمتسابقين الحاضرين معنا ممن تبقوا في هذا البرايم واعود لضيفي شيخ رياض الجزائري مرحبا بكم شيخ مره اخرى ربما ممكن تحكي لنا على بعض المحطات بعض الامسيات القرانيه التي اثرت فيك والمشاهدين نعم. الافاضل اللي اللي تابعوك ربما يشاهدوا بعض الامسيات في حفلات. في حفلات. نعم الحفلات والامسيات القرانيه اللي يحضرها الالاف في, آه. في 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 هذه يعني وفي باكستان ف... اعتقد دفع. قلت لك يعني هذا الذهاب الى مصر يعني فتح لي ابواب يعني من خلال يعني تلاوة سجلت لي يعني في احدى العزاءات لانه يعني كان احد المشايخ الكبار توفي وهو الشيخ شحات فرحنا لك باش نعزي فطلبوا مني القراءه فقرات فالقراءه اللي سجلوها يعني مع المصريين وحطوها في اليوتيوب من خلالها جاءتني دعوات يعني من الهند اولا دعوات الى الهند يعني الهند عام 2012 2013 2014 حضر 25000 يستمعون الى القران وكنا احنا 10 قراء يعني كنت انا واحد من الجزائر بدعوه يعني من بعد الهنود يعني الهنود ف وبعض المشايخ يعني واحد من مصر اثنين من, من مصر فكنا نتناوب على القراءه ما شاء الله ف فأه... ل... 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 العجيب انه في احدى الامسيات ل... 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 ادنت الفجر على المباشر يعني ل... ل... استمرت ل... ل... ل الحفل القراني الى غايه الفجر فطلبوا مني قال لي ادنا على أدنى... وقت الفجر ادنا على المباشر فادنت ال... ل... الاذان على المباشر ما شاء الله ربي يبارك فيك الله, ي... الله يكرمك عم. ندعو الله سبحانه وتعالى انه يكون حب القرآن مثل ما هو موجود عند الأعاجم يكون عندنا نحن كعرب بحول الله واعتقد انه موجود بحول الله ربي يبارك في في فيما في في تحفظ وفي وفي كل السهرات التي ستحييها خلال شهر رمضان هذا او فيما تبقى من, من سهرات ان شاء الله سيكون لنا لقاء معك يا شيخ إذا مشاهدي الأفاضل نعود إلى الموجه الثانية في البرايم الأول من مسابقة الماهر بالقرآن أدعو المتسابق معاذ مخناش من ولاية سكيكدا صاحب الخمسة عشر سنة ليمتحنه الشيخ الدكتور كمال جدا شكرا يا ربي شكرا, شكرا هديت قلبي شكرا, شكرا مرحبا بني معاذ اقرأ يا بني من سورة النور افتح المصحف على سورة النور واقرأ من قوله عز وجل ولا يات لي أولو الفضل منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يات لأولو الفضل منكم, منكم والسعة أن يوتون ذي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفره ورزق كريم يا ما شاء الله إبداع جمال وهيبة ما شاء الله فصاحة في القراءة فصاحة في الحروف هذا الولد أستاذ هذا الولد نرقب له مستقبلا زاهرا بإذن الله ما شاء الله عليك يا بني ليس في الحقيقة هناك كثير ملاحظات سوى ما يتعلق بالمد العارض للسكون المد العارض للسكون عندك غير منضبط مرة تقف عليه اثنين ومرة أربعة ومرة ستة وهكذا يجب عليك أن تضبط العارض عندك إذا مشيت يعني على مرتبة ابقى عليها ولا تزيد ولا تنقص هذا الأمر الأول لفظة عظيم هذه ملاحظة حتى لكل الطلبة ع ضي ضي بين الضاء بين هذا الحرف هذا الحرف في كل أحواله يبقى مستعلن في كل أحواله عندك ابتداء يعني لم تكن موفقا فيه الحق ويعلمون حرف العطف لا تترك يعني معطوفا دون ان تعطفه اياك ان تقف على كلمه ثم تبتدئ بواو فتصبح هذه الواو بدل ان تكون واو عطف تصبح للاستئناف فتفسد المعنى حاول اذا توقفت ان تعود الى مكان يسوغ الوقف عليه ثم تلصق السابق باللاحق عموما يا بني قراءتك جميلة كجمالك وأسأل الله تعالى أن يثبتك أحسنت وفقك الله إن شاء الله شكرا لك دكتور كمال جدا وشكرا للمتسابق معاذ مخناش الذي أتحفنا بهذه القراءة نتمنى لك التوفيق أدعو الآن الطالبة أميرة عياش من ولاية قسنطينة وهي المتسابقة الثانية في هذا البرايم في الموجة الثانية للمسابقة إذا مع الأستاذة راضية هلال شكرا يا ربي شكرا, شكرا هديت قلبي شكرا, شكرا بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك أختي أميرة إن شاء الله كي مستعدة تمام الاستعداد الله يفتح لك إن شاء الله يا رب افتحي المصحف على سورة آل عمران ابتدئي من الآية رقم سبعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق؟ بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم قل إن قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من تامنه بقنطر يوده اليك ومنهم من انت منه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بارك الله فيك وطيب الله انفاسك، والله استمتعت الاذان بالسماع الى تلاوتك الحسنة إن شاء الله والجيدة طبعا وطبعا الطلبة لا يؤاخذون على قضية المصطلح لما يقول حسنة وجيدة ونحن نقصد بذلك كله الرضا عن جميع من قد شرفه الله وانتقي لهذه المرحلة عموما فيه بعض الملاحظات أسديها لك إن شاء الله وصلى الله تعالى السداد والتوفيق أختي الكريمة أنبهك لحرف الهاء واستغربت شوي أنه الهاء عندك في حالة سكونه أراه متمكنا في مخرجه لكن في حالة الحركة لاحظت بعض الضعف وخير ما يعني نبه إليه العلماء مثل إمامنا السخاوي يقول والهاء تخفى فجل في إظهارها قد لا ينتبه الطالب إلى إخفائها ولضعفها ولبعد مخرجها فلا بد من إظهارها وتمكينها خاصة وأنت شوفي لما قرأت الهدى هدى إن الهدى هدى ففيه فرق بين بين الهائين حاولي ان توازني ايضا نفس في الموازنه ادعوك ايضا لألفت انتباهك الى الموازنه بين المدود لاحظت ايضا بعض الاختلال في مقدار وزمن المدود ايضا عندك في نفس الملاحظه التي اسديناها سابقا في لفظه العضي ضي تبقى تحافظ على على استعلائها حتى وان كسرت وذلك يشفع لها او تشفع لها صفه الاطباق التي تمتاز بها فحاولي الا تضيعي عليها هذا الاستعلاء وبوركتي في هذا الاداء ووفقك الله وزادك توفيقا وسدادا شكرا لك شكرا لك استاذه راضيه هلال على هذه الملاحظات والشكر موصول ايضا للمتسابقه اميره عياش نتمنى لك التوفيق مشاهدي الافاضل نعود الى جو التنافس في مسابقه الماهل في طبعتها الثالثه بعد هذا الفاصل شكرا يا ربي شكرا, شكراً هديت قلبي شكرا, شكراً أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى هذه الأمسية القرآنية من مسابقة الماهر بالقرآن في طبعتها الثالثة أنتم تشاهدون قناة الشروق قولوا لكم سحر رمضانكم مرة أخرى لمن التحق بنا الآن إذا مشاهدينا الأفاضل نمر مباشرة إلى الموجة الثالثة والأخيرة في هذا البرايم وأدعو المتسابق بن سديرة محمد من ولاية باتنا إلى كرسي الامتحان حتى يمتحن فيما سيختاره له الشيخ القارئ ياسين الجزائري شكرا يا ربي شكرا, شكرا هديت قلبي شكرا, شكرا اقرأ من قول الله تعالى من سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولم تبارك الله رب أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا بارك شكرا. الله فيك المتسابق بن سديره محمد على هذا الاداء الجميل نتمنى لك التوفيق دكتور كمال جدا انت مطالب بالتعليق على المتسابق محمد بن سديره ما شاء الله يا اخ محمد يظهر ان حظي في في الاصوات الحسنه هذا اليوم يعني في الحقيقه ليس هناك كثير اخطاء يعني صراحه سواء ما يتعلق باخلاص الكسر واخلاص الضم اخلاص الكسر واخلاص الضم يعني لم يكن واضحا عندك يعني العالمين مثلا تقول العالمين مين 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 العالمين اخلاص الكسر والضم بدات في الحقيقه يسمح لي الاستاذ يعني شيخ المقامات ان نتكلم في حضرته بدأ قراءته بالقرار ولما أراد أن ينتقل إلى الجواب انتقل في موضع كان يجب عليه أن يقرأ بالقرار أنت في قوله عز وجل أدعوا ربكم تضرعا وخفية كان الأولى هنا أن تقرأ بنغم هادئ تشعر السامع بأنك تخفي التضرع وتقرأ بشيء لكنك هنا انطلقت فأنت لم تعش المقام حقيقة في هذا الموضع وهذا يسجل عليك لكن قراءتك بشكل عام قراءة طيبة وكريمة ومشاء شاء الله فقط البحة التي التي يعني كانت تصدر منك أكثرت منها والبحة تكون كالملح في الطعام فيا شيخ أنت ملحت طعامك اليوم وتمنيت لو أن البحة تكون شيئا في الأول شيء في الوسط شيء في الأخير أنت أكثرت منها وهذا يؤخذ عليك كذلك وإن كانت جميلة في الحقيقة كما قال الشيخ بشكل عام كلك على بعضك حلو ما شاء الله شكرا لك شكرا لك يا دكتور كمال جدا على الملاحظات الشكر موصول أيضا للمتسابق محمد بسدير نتمنى لك التوفيق إذن مشاهدي الأفاضل نمر مباشرة إلى آخر متسابقة في هذا العدد في البرايم الأول المتسابقة أسماء رجب من ولاية تبسة ومع الشيخ بالعظم تفضل شيخ شكرا يا ربي شكرا هديت شكراً قلبي شكرا وفقك شكراً الله اقرأي أسماء من قوله تعالى من سورة الرعد مثل الجنة التي وعد المتقون سأل الله الجنة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم، اكلها دائم الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به إليه أدعو وإليه ماب. أستاذة فرنسية في المرحلة الثانوية نتمنى لك التوفيق ونطلب من الأستاذة راضية هلال التعليق على الأستاذة أسماء. أختي أسماء بارك الله فيك وطيب الله هذا النفس الزكي المشرق وأدائك كان يعني جيدا والصوت حسنا كما هو المعتاد انه لا يخلو آه، لا تخلو تقريبا هذه القراءات التنافسيه من تسجيل بعض الملاحظات او الملاحظه اعطيها لك حول الصفات آه، عندك في حرف الضاء ظلها ظ فالظاء كما قلت انفا انه حرف مطبق فهو يحافظ على استعلائه في جميع احواله آه لاحظت ايضا شيئا من عدم عدم الدوام على هيئه الهمس صحيح هو معيار من على معياره لم تتفق مدارس الاقراء لكن انت تستطيعين ان تضبطي اداء للهمس تدومين عليه مثلا في الهمس في الكاف في لما قرات جاءك جاءك كيف وقفتي وكي ولما قلت نتوفينك فكاننا سمعنا كافا ثم كافا اخرى فحاولي ان تثبتي دائما على همس واحد وان اختلف اختلفت مدارس الاقراء كما قلت في ضبط معياره ايضا في تشديد الياء ذريه حاولوا ايضا مهما شددنا الياء أن لا نصدر صوتا زائدا لانه لا صوت لا نفس عفوا يجري في مخرج الياء وفقك الله بنيتي وزادك الله توفيقا وسدادا. شكرا, شكراً. لك أستاذ راضيه هلال وشكرا للمتسابقه اسماء رجب نتمنى لك التوفيق طبعا مشاهدي الافاضل اسماء كانت اخر متسابقه في هذا البرايم الاول من مسابقه الماهر بالقران في طبعتها الثالثه. شيخ رياض استمعت الى المتسابقين في هذا البرايم الاول استمعنا الى اراء لجنه التحكيم لابد ان نستمع الى رايك. راي بعد لجنه الله يبارك فقط في بعض الاداءات يعني ما الشيخ الله يبارك يعني اجادوا في قيت اعطاء ال الاخر بعض الاداء يعني فقط يعني احيانا تلقى بعض المتسابقين يعني يعطون اهميه للاداء اكثر من الاحكام واحيانا يعطونا يعني كاحد المتسابقين يعني الاخ اللي تكلم عليه الشيخ كمال محمد بزديره انه بعض المشايخ لما كنا نسمع بعض المشايخ الكبار يعني في مصر او في الاخر يقول لك لما تكثر منها يعني تنقص كثير من الجمالية الأداء نعم. فالواحد لا يكثر منها كثيرا يعني يعطي بعض لمسات فقط نعم. وربي جزيهم خير إن شاء الله الله يبارك فيك الشكر موصول لك أيضا شيخ رياض الجزائري طبعا قناة شروق وبرنامج الماهر يعطوك هدية بسيطة أطلب من زميل فاروق يعطيها لنا تفضل فاروق هذا درع القرآن يعطى لك شيخ رياض شارك الجزائري شارك أنت كنت أول ضيف لنا في هذه المسابقة مرحب بك الله يحفظك شكرا لك الله يبارك فيك شكرا. هذا درع تفضل الله يبارك فيك شكرا على حضورك تفضل سنستمع شكرا الى قراءتك العاصميه في ختام هذا العدد إذا المشاهدين الافاضل صحاف فطوركم مره اخرى صحى لكم ونترككم مع هذه القراءه الجميله بصوت القارئ الجزائري رياض الجزائري وبالمقام العاصمي دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون